سجلنا ما يقرب عن 90 حالة، أغلب هذه الحالات هي حالات لمهاجرين غير شرعيين، لأكثر من 92% من هذه الحالات موجودة هي حالات لرعاية أجانب في وضعية غير شرعية تم التكفل بها. كذلك 90% من الحالات سجلناها على مستوى مدينة جرنت. بالنسبة لكل الحالات التي تم التكفل بها وتقديم العلاج لها وتحقيقات وبائية، نعم الأدوية متوفرة، وكذلك الاستشفاء للحالات الحرجة يتم التكفل بها على مستوى المستشفيات. كما الشيء اللي لازم نأكدوا عليه أن هذا المرض عنده أدوية وقائية. مع الأسف بعض المواطنين لا سيما الجزائريين اللي يمشوا خارج الجزائر في المناطق المربوحة مثل مالي والنيجر، نتمنى أنهم يتقدموا إلى مصالح صحية لتلقي العلاج الوقائي قبل الذهاب إلى هذه المناطق المربوحة.